اليوم نتحدث عن شهر آذار المزدحم بكل ما لا نستطيع أن نحويه من مشاعر. لا يمكننا أن ننسى أو نتناسى الشهداء الأبرار الذين نحن اليوم متواجدون بسبب تضحياتهم الكبيرة. تحدث عن الأم كل عام وجميع الأمهات بألف خير، فهي الأم والخالة والعمة، فهي كالأرض. اليوم نتحدث عن آذار، هذا الشهر الذي مزروع حقيقة في عقل كل فلسطيني وعربي بالأمل. هذا التخليد ليوم الشهيد لكم الدم وكم الكرامة والتضحية اللي دفعها الشهداء من أجل رفعة الوطن. بيت للكل، الجمعة 11 مساء على قناة مصر الأولى.